الشيف سليمان بلش يمرق لنا اكلاتنا، سو بلشنا بدنا نتروق معه، بدنا نشوف شو عم بيحضر لنا كمان. خلينا ننتقل لعنده مباشره ورشه ملح. غيدا، اليوم عنا انا وياكم مشاهدين، اول شيء صباح الخير مره ثانيه وثالثه، بدنا نوجه تحيه لكل اللي عم يحضرينا وبالاخص اللي بيقولوا لي وجه لنا تحيه. اليوم رح نعمل نقعات كثير طيبه، نكهات جديده، رح نحمصها، رح نعطيها درجة حرارة معينة لتعطينا طعمة معينة ومميزة. بالأول في عندي هون شوية بطاطا، أول شيء كان رأس بطاطا عادي، عملته شرحات، عملته شرحات هالقد قد ما بقدر، وبعدين رجعت عملتها مثل عود الكبريت من لا بومباي، قد عودة الكبريت. حميت الزيت، نار والعيني على الزيتات، بجيب البطاطا وبحطها بقلب هيدا الزيت السخن، واللي دايما لما بدي اقول بطاطا مقلية بدي يكون عم بحكي عن ديب فراينج، يعني ولا مرة بقدر اقلي وقول عم بقلي بلا زيت او عم بقلي مع شوية زيت. الزيت دايما لازم يكون زيت عميق، يعني الكونتيتي تبعه تكون كبيرة، ودرجة الحرارة تبعه تقريبا بدها تكون 175 درجة، وبدي اترك هول البطاطات يتحمصوا ليطلع عندي شيء مثل التشيبس ولكن بومباي، يعني الشكل تبعه بشكل عود الكبريت. هلا شغلة كثير أساسية بدي لكم إياها، لما بدي أعمل لحمة أو دجاج مارينيتد منقوع، ما ضروري فترة النقع تتخطى الساعة أو الساعة ونص، بس الشغلة الأساسية اللي لازم تكون موجودة معنا، لازم صدر الدجاج اللي عم بستعمله يكون صدر طري، الخلفية تبعه طرية، واللحمة اللي أنا عم بستعملها كمان لازم تكون لحمة طرية، يعني ما فيني أجيب لحمة من موزات البقر أو موزات الغنم وقول أنا بدي أنقعها لأعملها ستيك، أو بدي أنقعها لأعملها ساب أو كاسادياس أو فاهيتا. دائما لازم نختار قطع لحمة أو قطع دجاج أو قطع بط أو قطع سمك تكون بتركيبتها الطبيعية الطرية لتنفع معي للأصناف اللي أنا عم حضرها. هيدا الفطر الطازة أطيب بكتير من فطر المعلبات، أوكي، ونكهته طيبة وقيمته الغذائية كمان كتير عالية. هلا رح حط هالكومبينيشن أنا وياكم بالبول تبعي، عندي فليفلة ملونة، ودايما بقلكم الألوان هي قيمة غذائية كتير عالية، يعني غير إنه الفليفلة بغزة أو الأفوكا بغزة أو الشيء لونه برتقالي بغزة أو البندورة أو 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 أو، تشكيلة الألوان شغلة أساسية. حطيت فليفلة خضراء صفراء وحمراء، حطيت بصل كمان فارم وجوانح، وهيدول حبوب الفطر، عملت تحويشة عن اللوحة كاملة، بدي أحط لهم بهار مكسيكي، دايما البهار المكسيكي بيبقى نكهته شوي حرة ما لازم كتر منه، شوية ملح، مقدار فنجان قهوة من الصويا صوص، وبدي احط زيت نباتي، شوي الملح حسيته قليل لانه بدي ارجع اضيف لحمه ودجاج، برجع بملح وبهر اللحمه. خطوه رقم واحد بدي اعمل هيدا الكومبينيشن، فليفله ملونه، بصل، فطر، مكسيكان بيبر، او فيني احط بهار خصوصي للفاهيتا والفيلادلفيا، بس انا بفضل جيب ميلونج اسبانيولي بيعطيني نكهه اطيب. هلا هيدا المزيج فيني اتركه لحاله، وجيب اللحمة والدجاج حط لهم شوية ملح شوية بهار من البهار المكسيكي اللي أنا استعملته، ونسفهم على النار. وشو برجع بعمل؟ برجع بحط هيدي الألية فوق منهم، بس اليوم لنهون عليكم وعلي هيدي القصة كلها سوا، رح أقسم الحشوة قسمين، هيدا القسم الأولاني، وفي عندي صحن لحمة. هيدي اللحمة اسمها فوفيلي، واكيد لوكال، يعني البضاعه وطنيه، رحت عند لحام من اللي بيذبح بالمسلخ وبيجيب لعنده، يعني اللحمه تبعه معلقه مع العظم، مش لحمه جايه بكيس فاكيوم. واخذت شقفه فوفيلي وقطعتها تقريبا بشكل ام ان سي، فينا نقلها باللغه العربيه قد الشاورما، او فينا نستعمل حجم هيدا الاصبع الصغير. حطيت اللحمه، بحط شوية بابريكا حلوة فوق اللحمة، وبرجع بخلطها. هيدا المزيج من هون لحوالي ساعة تقريبا بالبراد بين الصويا صوص
بين نكهه البصل، بين الفطر الطازه، بين الفليفله، بين البهار المكسيكي، كفيل انه يعطي هيدي اللحمه، هيدي النقعه، يعطي لي اياها طعمه شهيه وطيبه. هيدا اول ماريناد للحمه، تقريبا صار جاهز. هلا بدي انتقل لاخلط الدجاج. شغله اساسيه مش ما استعمل نفس الايد، اول شيء الكف لازم يكون دائما موجود، ووقت اللي بدي انتقل من لحمه لدجاج او من خضره للحمه او 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 لازم الكف تبعنا يتغير. هلا لنربح شغله بغيار الكف، رح حرك حبوب البطاطا بقلب الزيت وافصلها شوي صغيره عن بعضها. حطينا اللحمه على جنب، هيدي نفس النقعه اللي قلت لكم اياها، فيها فليفله ملونه ثلاث الوان، فيها فطر طازه، فيها بصل، فيها بهار مكسيكي، فيها شويه صويا صوص مع زيت، وهول شرحات الدجاج كمان مقطعين بشكل ام ان سي، بينخلطوا مع نفس الحشوه، ومعنا ساعة زمن او اكثر شوي انا وياكم لنضب الحشوه بالبراد، واجباري تنحط الحشاوي بالبراد. ما فيني يكون عم بشتغل برو ماتيريال واتركها برات البراد. الحشوه انعملت، حشوه اللحمه، حشوه الدجاج، بنرجع لعندكم غيدا. شكرا شيف سليمان، اكيد نحن رح نتابع معكم مع محطه غنائيه وموسيقيه مع جون على غير موجه. صباح الخير مره ثانيه. ليه؟ كنت عم غني غنيه براسي. حسيتك عم ناوي تدبك جون؟ لا، رح نحكي اليوم عن باند حذرنا قبل ما بتدبك. يعني بتعرفي حالة باند بنحكي عنها في عندهم ديفرنت ستايل، بغيروا ستايل، بيعملوا شيء في ستايل اورينتال اكثر شيء هلا عم يدروج. بس لا، هالباند ما بحياتها عملت شيء اورينتال، ما بعتقد حسب انا علمي. عندهم فوق ال 7 8 البومز. عم نحكي عن كول بلاي. اكيد كول بلاي يعني بغنى عن التعريف، بعتقد الباند ون اوف ذا كلاسيكس، صارت بلشوا بال 96. كول بلاي مهضوم الخبريه تبعهم، يعني اكيد انا ام جيفينج انفورميشن اني ون كان ريد، بس للمشاهدين بنحب نعطيهم مثل نبذه صغيره عنهم. كول بلاي باند بلشت 96، غيرت اسمها ثلاث مرات، ثالث مره رسوا على كول بلاي. وبتلاحظي انه 20 سنه يعني ثلاث اسماء ثالث اسم اتظبط معهم. ثالث اسم فيك تقولي انه قلعت الباند، يعني مثل فيك تعتبريها موتيفيشن للباندات اللي عم يطلعوا، بالاخص الباندات اللبنانيه، انه نوت جيف اب، يعني لو اف ذي جيف اب ذي جيف اب من اول اسم طلعوا فيه او من ثاني اسم. وحتى الاسامي يعني بركي هلا بقول لك اساميهم، يعني وحده بولي كانت انه بتقولي انه بركي ما كانت اخذت رهجه قد كولد بلاي. كولد بلاي الستايل تبعهم بدنا نحكي اتس بوب، روك بوب. They have big variety of songs. رح نسمع بعض الاغاني اللي شهرتهم، ورح نسمع اكيد الالبوم الجديد اللي عم ينزلوه. عنا ميوزك فيديو عنه وعنا غنيه رح نسمعها كمان على الالبوم الجديد. قبل رح بلش باكثر غنيه هي فينا نعتبر انه started the career of Coldplay. هي غنيتين بس رح نسمع غنية منهم، أهم واحدة غنية اسمها يلو. كول بلاي من اشهر الاغاني، من اكثر الاغاني المسموعه فيها، والاكثر الاغاني اللي جمب ستارتد الكارير تبعهم، بلش من وراها نقفتهم مثل ما بيقولوا للشهره. كول بلاي ما بقدر اسمع شيء على قفيت هلو انا. يلو هلو هولي. بس هالغنيه يلو فيك تعتبري انه اللي بلشتهم، اذا بتسمعي الغنيه بتلاحظي اتس فون سونج، هو الالبوم كان باراشوتس اول واحد نزلوه. بتلاحظي الغنيه اتس فون سونج، الغنيه من وراها فينا نعتبر عندهم 8 بريت اووردز، في عندهم 25 جرامي اووردز، they were nominated 80 times، في عندهم 80 مليون
البوم سولد وورلد وايد، وتعتبر ون اوف ذا جريتست باندز من ورا ال 80 مليون البومز عم نحكي، 80 مليون البوم وكل بلاي وبزمن الانترنت، يعني هذا شيء كثير مهم. نحن اخر مره كنا عم نحكي عن باندز قلنا بيعت 100 مليون، بس 100 مليون على زمن الفينيل، يعني كان الشخص بده يسمع غنيه بركي راجو ما كان عنده بده يحط الفينيل بده يحط الدور ديسك كان بده يسمع البيتلز هذيك الجمعه صح. كول بلاي على زمن الانترنت، يعني انا في ما اشتري البوم في فوت على يوتيوب على فيفو كول بلاي اسمع اغنيه كول بلاي 10 مرات 20 مره ما ازهق منه، بالسياره حط يوتيوب واسمع كول بلاي. لا بزمن الانترنت بزمن الداونلودز قدروا يعملوا 80 مليون البومز، يعني قد الناس بيحبون كول بلاي. اذا بنحكي قبل ما نبلش هلا ميوزك فيديو ونحضر نرجع نسمع الالبوم الجديد كول بلاي كثير، يعني they give a lot to charity، بيعطوا 10% of all the proceeds تبعهم من الالبومز لتشاريتي. حلو هيدا شيء كثير حلو. شغله ثانيه controversial post، يعني بوست عمل مشاكل على فيسبوك على الكول بلاي كول بلاي بيج، نعمله شير لفيديو اسمه فري بالستاين، اجي 12000 كومنت بساعه الفيديو، قد ما في ناس عملوا له ريبورت مش انشال شالوا له نيه فيسبوك، بس بتلاحظي انه كول بلاي ليش شو كان بيتضمن؟ غنيه ليحرروا بالستاين ليحرروا يحرروا فلسطين المحتله اكيد، بس في عندك الطرف الثاني احتج على كول بلاي انه ليه كول مع اللوبي اللي موجود مقابلهم اكيد، بس انه كانت الغنيه هي كلها مع فيديو لهم كاسمها في مش لهم عملوا شير لناس لبند لبند بس تاني. يعني بتلاحظي بيوقفوا مع كل مع اول ذا كوسز ذي ار رايت، يعني وقت الحرب 2003 انعملت وقت امريكا ضد العراق وقفوا ضد الحرب، عرفتي كيف؟ يعني ذي اولويز ذي ادفوكيت بيس، في عندهم شغله اسمها ميتلس موندي، يعني كل تنين بيشجعوا الناس ما ياكلوا لحمه للجلوبال وورمينج للاحتباس الحراري على الارض انه جربوا يمنعوه، يعني بتلاحظي عم بجربوا يعملوا قد ما فيهم شيء يخدموا صح يعني المجتمع. يعني هن عندهم انفلونس، يعني بعتذر من الكلام بس في عندي كثير ارتست نحن عندنا بلبنان عندهم انفلونس على الناس بيعملوا بوست او بيعملوا او حتى عندك ارتست عالميه اذا نعتبر كيم كارداشيان، يعني شيز نوت رول موديل ما بتعتبريها انه انا بدي اولادي يعملوا لها فولو وليصيروا مثلها اكيد لا. كول بلاي بالعكس بتقولي انه يا ريت في عنا باندات بيعملوا هيك، يا ريت كل الناس بيلحقون على الخطى تبعهم. البوم الجديد نزلوه بنحضر الميوزك فيديو تبعهم.
A Head Full of Dreams زي ما نحكي، هيدا هو تايتل تبع الالبوم. هي حلوه الغنية وحلو الفيديو كثير. الفيديو بتلاحظيه انه عم بيجرب يمثل هو الفايف ممبرز تبع الباند. اكيد اللي بتشوفيهم ممثلين بمونكيز ساعدين بدنا نعتبر شمبانزي، وبتلاحظي انه عم بيغنوا مع الغنية مبسوطين. المسج اللي عم بيجربوا يوصلوه مثل ما انا بلشت، ليه حبيت بلش بكولد بلاي انه عم نحكي عن قد ايه بيجربوا يساعدوا، لانه هن هلا يعني اكثر شيء بنلاحظه وصار لنا فتره يعني من اخر 2015 وهلا مبلشين فيها الجلوبال وورمينج اللي عم يصير، فعم بيقول لك انه عم يتغير الطقس، عم يتغير الحراره، في عندك بلدان كثير شوف، في عندك بلدان كثير شتاء، يعني كل شيء انقلب فينا نعتبر. هن عم جرب يوصلوا مسج من وراء الشغله، عم جرب يوصلوا المسج انه حتى يعني فينا نعتبر الحيوانات they have the right to be happy. اكيد. ونحن مثل كانه عم نوقف وبجول. هلا اكيد المهضوم بكولد بلاي انه عم يجرب يوصلوا كل شيء ترو ميوزك. وهيدا شغله مثل ما كنا عم نحكي هلا كتير. مثل ما كنا هلا عم نحكي عن ادال، يعني عم تقولي لي هلو، قلت لك عندها بركي مسج، عندها مسج الغنيه مخبى وراها. هون المسج از مور اوبفيوس، يعني عم يجربوا يدافعوا عن الحقوق الحيوان، عم يجربوا يدافعوا عن الانسان يدلوا عايش، يعني انه ما بدهم هن بيعتبروا بيقولوا لك انه نحن بالفيديو تبعنا عم نفرجيكم بركي المونكيز، بس ما بدنا نحن فتره يصير بس عندنا هالفيديو از انه كان في مونكيز عايشين على الارض، يعني بتعرفي قد ايه في حيوانات عم ينقرضوا من وراء الاحتباس الحراري. صحيح. من وراء المشاكل اللي عم بتصير. هو في اهضم منه السعدات؟ انا ما معقول شو مهضوم بلاقيها. انا على بالي يكون عندي، يعني انا حلمي يكون اشتري سعدين صغير، ما بعرف هلا بيقولوا لي انت سعدين جيب مرايه بس ما بعرف. هو عن جد حيوان كثير مهضوم، انا بلاقيه فظيع، بخرب بعتقد بس. واذا واحد دربه مظبوط يعني بلاقيه كثير ذكي وكثير هيك، يعني بيتفاعل بطريقه كثير مهضومه. صح مهضوم. اكيد اكيد، يعني ولد عمره ولد عمره 3 سنين فيك تعتبره، وان هيز فولي جرون بيعتبروه كانه ولد عمره 3 سنين بزيت الذكاء. كنا عم نحكي عن البوم هيد فول اوف دريمز، ليه سموه هيد فول اوف دريمز؟ لانه فينا نقول انه عندهم احلام، ليه كمان؟ لانه الاغاني تبعهم بوصلوك فور ستيجز. هلا كولد بلاي انا بدي احكي عن شغله كثير مهمه عنهم، بدي اسمع غنيتين لالون، لانه هيدا ون اوف ذا موست امبورتنت بوينتس فينا نعتبرها لكولد بلاي. في عندي غنيه اسمها سكاي فول اوف ستارز، غنوها هن، كانت غنيه فينا نعتبر اكثر شيء رايقه، فينا نعتبر اكثر شيء غنيه كانت ستيل كولد بلاي. انعملت وحققت نجاحات كبيرة، حققت نجاح كثير كبير كثير كبير، غنية عمرها 3 سنين بس غنية بعدها عم تنسمع هلا. مزبوط. لأي سبب؟ رح نسمع شقفة منها. It's a dance remix. كولد بلاي معروفين كل البوم بينزل لعندهم مبدئيا، وهلا الريمكس رح ينعمل ادفنتشر اوف لايف تايم مثل ما بيتوقعوا الناس. عندك من اهم دي جيز بيعملوا ريمكسز لاغاني كولد بلاي، لانه يعني حتى قد ما يكون مهم الدي جي، انت بالاخر عم تعملي ريمكس لما نعتبر من اهم ارتست. بعنا هلا ما في خاطر بالغنيه، ما في خاطر بالغنيه قد في، يعني بتفوتي هلا اذا بتحطي سكاي فول اوف ستارز ريمكس بيطلع لك بحدود ال 200 فيديو كلهم بيجربوا يعملوا، يعني كلهم بيعرفوا انه at some point حدا راح يفوت على يوتيوب يعمل سيرش للريمكس تبع الاغنيه ليشوف فيه يشتهر الشخص. روبن شولتز يعني عمل ريمكس تبع سكاي فول اوف ستارز، في عندك هاردويل عمل ريمكس، يعني عم بحكيك عن اسامي بالديجيز كثير كبار وغنيتين نجحوا فيك تقولي بالاخر من وراء اول شيء كولد بلاي، ثاني شغله غنيه كثير حلوه وكمان الناس بدهم غنيه يرقصوا على كولد بلاي. كولد بلاي يعني سمعنا الغنيه تبعهم غنيه اتس جويفل سونغ مش غنيه بترقص. كولد بلاي اذا بنحكي عنهم شغله مهضومه لفتت لي نظري قبل ما ننهي الحلقه، ما بحياتي كنت اسمع اغاني تبعهم بدعايات.
ايه مزبوط. ما بحياتك هن كمان يعني هيدا دي اللي عاملينه هن بالباند انه ما بدهم يبيعوا الاغاني تبعهم، يعني ما بحياتك رح تفوتي انت تسمعي اغنيه تعتبري بهالبرودكت مع هالغنيه، مع انه انطلب من اهم شرك بالعالم، يعني عم نحكي عن كوك وبيبسي وكل هولي وجاب شركه تياب، ياخذوا الاغاني تبعهم يعملوا عليهم دعايات ما قبلوا. وان اكسبشن فيفا لا فيدا انعملت غنوها وقتها ابل، وقتها ابل عم ينزلوا الايتونز كان لهم دعايه لهم، وقتها مات ستيف جوبز طلعوا غنوا اربع اغاني بكوبرتينو وقتها عندهم بابل از تريبيوت لستيف جوبز انه وقف حدهم ودعمهم، يعني قد ما تكون الباند كبيره عايزه حدا كمان تو اندورس يوقف حدها. اكيد خاصه لما يكون شخص كبير مثل ستيف جوبز. اكيد يعني البوم انا بنصح كل الناس يشتروه، ما بعرف افيلبل بلبنان ايتونز ستور فيكم تنزلوا تعملوا له داونلود تدفعوا حقه، اكيد بنشجعكم دائما حقوق النشر، يعني الفنان كمان اهم شيء، بالاخص انه قلنا لكم انه عم يروح 10% من الاولد بروفيت للتشاريتي، تفوتوا تعملوا داونلود للالبوم تشتروا للالبوم اذا فيكم، هيد فول اوف دريمز 5 ستارز اكيد الريتنج، يعني عن جد الاغاني تسمعوها البوم بيعقد قد الاغاني تبعه حلوين، بتركون مستمعين ومشاهدين يسمعوه وعن جد هن يعطوني رايه فيه. هي دائما عندهم هيك يعني سكاي فول اوف ستارز وهيد فول اوف دريمز، فعلا هيك يعني حتى يعني عناوين الاغاني تبعيتهم كثير حلوه، ما في شك قديش حلو انه بيعطوا يعني. لا ما بقول على التليفون خلص حتى لو حدا اجنبي بوجور سافا هيك اضبط شيء، وكمان ما في شك دعمهم للامور وكمان المصالح الاجتماعيه والبيئيه كمان بكل العالم، هذا شيء كثير كثير اساسي بشغل فنانين كبار مثل كولد بلاي لانه بيتركوا اثر كثير كبير على كل الناس وكل الاشخاص اللي بيحبون. بنشوفك نحن بنرجع بختام عالم الصباح بيجي التوب لحظاته، بنكون مع وقفتنا من دبي مع رولا، خليكن معنا.